حيث قامت دولتنا على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله التي هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، قامت في بتحكيم ذلك في جميع طبقات الناس وفي معاملاتها. فاجتمعت كلمة البلاد وتوحد صفها وعلى أمرها ونعمت بأمن وارث وغنى وسلامة وسعادة في كل مكان. ذلك بركة دعوة الإسلام، ذلك بركة دعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بركة القيام بأمر الله وتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فيا من يعيشون في خوف وقلق في بلادهم، ويا من يعيشون في هم متتابع وبلايا متتالية، عليكم بالأمن والإيمان، عليكم بنور الهدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تلقون نتائج مذهلة، تلقون رحمة وسعادة وعزة ومجدا. ذلك أن الله سبحانه إذا اتقاه العباد هيأ لهم أمنا وسعادة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة على طريقة الهدى سبب لكل فلاح، سبب الغنى والعزة، سبب المجد والرفعة، سبب الرفاهية والراحة، سبب السعادة الأبدية والحياة الطيبة المباركة.